ما زلنا في طريقة التوزيع الإلكتروني. بيقول لي ما هو التوزيع الإلكتروني للأيون الأو وعطينا عدد زائد 8 وسالب 2. لازم أكون عارف إن الأنيون اللي هو ذو الشحنة السالبة، خلاص أي أنيون بيكتسب إلكترونات، وبالتالي بزود على العدد الذري 1، يعني بزود على العدد الذري الإلكترونات المكتسبة. أما الكاتيون بنقص من العدد الذري إلكترونات لأنه بيفقد إلكترون أو أكثر، مش لازم إلكترون واحد، ممكن يفقد إلكترون أو أكثر. يبقى لما يكون عندي O سالب 2 معناه إن في زيادة على الإلكترونات في التوزيع الإلكتروني. فاتنين وتمانية كام؟ 10. تعال شوف التوزيع اللي فيه 10 الكترونات. اتنين بالنسبة لإيه؟ نبدأ إيه؟ 2 و2 و6 ده 10، أوكي شغال. هنا عندي البي 2 و2 و6 و10 و2 و12، لا مش هو. عندي سي 2 و2 و4 8، مش هو لأن زائد سالب 2. 2 و2 و5 كام؟ 9، لا مش هو. الإجابة الصحيحة من غير ما إن أنا يعني اعمل تعقيدات، لا خلاص عرفنا التوزيع الالكتروني ايه. ليه؟ لان انا عندي سالب 2 وسالب 2 يعني زياده عدد الالكترونات بمقدار 2. يبقى 2 و8 كام؟ 2 و8 10. الاجابه الصحيحه هتكون ايه؟